اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. 4-2 لصالح ريال مدريد في 55 دقيقه ضد ليفربول. كم دقيقه؟ 63، والنتيجه 4-2. خلوني ارحب بضيوفنا في هذه الفقره، الاستاذ عصام شلتوت. ازيك يا استاذ عصام؟ اهلا بحضرتك كابتن اسلام. الشناوي وحش، هاجي لك دلوقتي وهنقول الشناوي وحش وهنقول الشناوي كويس وهنقول كل حاجه. ازيك يا استاذ حكيم؟ ازيك كابتن، لسه نازل من القطر. نعم، لسه نازل من القطر. انهي قطر؟ احنا مش محتاجين قطارات ولا حاجه، الحمد لله. احنا محتاجين طيارات مثلا؟ ولا طيارات ولا طيارات. انت شفت المنظر النهارده يا كابتن؟ نعم، شفت المنظر النهارده؟ طبعا، فشوف في كل مكان ما شاء الله. لا المنظر، لا ما شاء الله. الحقيقه النهارده حاجه تفرح وحاجه يعني تبقى جميله جدا، وحاجه تفرحين. بس لما حضرتك تكمل اقول لك ليه تفرحين. لا والله، لا لا لا، بعد اذن حضرتك عشان الرؤيه دي مهمه. اه تفرحين يعني ايه؟ ما هقول لك. بس انا بس كل اللي انا بقوله ان هذه الفتره بالنسبه لنا هي فتره بتوريك قد انت لازم تبقى فخور باسم ناديك وباسم بلدك وباسم يعني اللي عمله مثلا علي لطفي في الكلام اللي هو قايله النهارده على الاكونت بتاعه الشخصي، وكلامه اللي انا قلته امبارح. الحقيقه انا قلته لانه ده الطبيعي، ان انت لما تبقى موجود، لما انا كنت بلعب للاسم باسم النادي الاهلي في اي مكان في افريقيا او مع منتخب مصر، انت او خلينا في النادي الاهلي، انت بتمثل اسمك، اسم بلدك الاول واسم ناديك. فعلي لما بيجي يتكلم لازم يبقى عارف ان لو حد زقه النادي الاهلي هو متاكد مليون في الميه يا استاذ عصام ان النادي الاهلي هيجيب له حقه. صحيح. وفي نفس الوقت هو لا يمثل نفسه. صح. ويمثل بلده هي دي الاخلاق اللي احنا بنتكلم عنها، هي دي المسؤوليه اللي احنا دايما بنتكلم عنها. صحيح، والاحتراف والمؤسسيه، وانك انت مش هتدي يعني على شخصك. احنا مش في الشوارع او هكذا يتوقع البعض يعني، وليست بلحظه ضعف. ليه بقول لحضرتك حاجه تفرحين؟ من ناحيه النادي الاهلي بشعبيته الجارفه، نعم، بجمهوره العظيم اللي رايح ورا فريقه. طبعا. من ناحيه تانية فريق شعبي يقابل النادي الاهلي في شوارع المحافظه بجمهوره ايما استقبال، ثم يذهب الى المدرج في صوره مفتقدينها يا حكيم بقالنا كتير، صوره انه يشجع فريق اسوان، فريق محافظته، فريق شعبي، واللي من غير كده الكره تندثر، ثم يترك للاخر فرصه التفوق، وفي الاخر جود لك هارد لك يا كابتن. هذه هي كره القدم طبعا. عشان كده المشهد كان رائع. تحيه لابناء اسوان، تحيه للسيد المحافظ، الملعب كان ابهه جماهيريه، تحيه للشعب العظيم. الملعب الحته بتاعت الجنوب الجميله دي حاجه بصراحه، حاجه تفرح. عشان كده قلت لك تفرحين يعني. مظبوط. ولكن يعني دائما يا عبد الحكيم انه الجمهور هو الفضل بعد ربنا، دائما بيكون للجمهور. بص يا كابتن اللي حصل الخامس لريال مدريد. اه 5-2، نص حظ ريال مدريد، بس نص حظ ريال مدريد. بص يا كابتن، الصوره النهارده تبين لك رساله مهمه جدا. في الوقت اللي انت بتروح فيه لتشكيك، بيتشكك فيك، بيتشكك في جماهيرك، بيتشكك في شعبيتك، بيتشكك في حاجات كتيره جدا، انت النهارده الصوره تغنى عن اي حاجه. صحيح. المنظر في الشوارع، المنظر، انا احكي لحضرتك واقع. انا كنت على ما اتذكر يمكن بدايه الالفينات، كان نادي المنيا بيلعب في اسيوط، كان نادي المنيا في الدوري وبيلعب في اسيوط، فكان اوتيل واحد بس في اسيوط، فكان النادي الاهلي جه. انا فاكر المنظر، احنا كلنا كنا رايحين قدام الفندق عشان نشوف لاعب من لعيبه الاهلي. نفس اللي حصل في اسوان بالظبط، الجماهير مستنيه الاهلي. دي صوره بترد على كل الاكاذيب اللي كانت بتقال، الشعبيه والجماهير، واصل مش عارف ايه، واصل انت ليك عداءات، واصل انت مش عارف انا مين. شفت ده، انا لسه كنت بحكي، انا شفت ده وانا في الملعب. ده حقيقي، جمهور اسوان بيرمي عليك البونبوني والشوكولاته والبتاع وانت ماشي. اه والله العظيم. وبعد كده جزء كمان منها كابتن اسلام لو تسمح لي، الصوره الحلوه اللي رسمها هنا الدور بقى دور النادي الاهلي بعيد عن الكره والملعب، المسؤوليه المجتمعيه. المسؤوليه المجتمعيه اللي عمله الكابتن الخطيب ومجلس الاداره الوزير العام فاروق دكتور محمد شوقي. حتى دي قال لك يا راجل ده راح المستشفى كده ازاي يعني؟ ايه ده؟ قالوا ايه؟ قال لك ده راح المستشفى كده، كده ازاي يعني؟ يعني ايه كده؟ مش فاهم. ما هتردوا اي كده وخلاص؟ اي كده وخلاص. لا، دورك في جزئين. الجزء ان انت رحت مستشفى زي مستشفى الدكتور مجدي يعقوب اللي بتخدم مصريين كتيره جدا وناس عرب وناس اجانب، دورك ان انت هنا تبقى النموذج والقدوه للانديه الثانيه بعيده عن الرياضه. انا بتكلم هنا بعيده عن الرياضه. النقطة الثانية، لما راح كابتن الخطيب وبنفس الوفد قبله محافظ أسوان، يمكن خبر امبارح اتنشر على الموقع الرسمي، إن نعمل فيلم تسجيلي عن محافظة أسوان
ما ده دور من ادوارك برضو ان انت تروج لبلدك وتروج تبقى صوره لبلدك بعيدا عن الشق الرياضي كمان. ده دور الصوره المشرفه بتاعت النادي الاهلي. القصه مش كوره. النادي الاهلي ما هوش نادي كوره ونادي رياضه بس، لا، لازم ليك ادوار تانية. لازم تبقى انت بالفعل تؤكد كلمه القوى الناعمه، واحد من اهم القوى الناعمه لمصر. ده دورك ان انت تبقى سفير كويس جدا، تقدم مصر بالصوره الكويسه جدا، تطلع مصر منوره. ده الجزء اللي الاهلي دوره بيطلعه ايه. زياره الدكتور مجدي يعقوب، اوعى تفتكر يا كابتن اسلام لما حضرتك زعت الزياره امبارح هنا، العالم العربي ما اتفرجش على الزياره بتاعت الكابتن خطيب، لا اتفرجوا والناس شافت. لما تروح وتقول تعمل فيلم تسجيل عن محافظه اسوان والسياحه والاثار، المنظر بتاع الجماهير النهارده، ما هو كل دي صوره حلوه. الصوره الحلوه مش جوه الملعب بس، لها حاجات بره. ده دورك كنادي اهلي وقناه النادي الاهلي ومنظومه النادي الاهلي انك تقدم ده لمصر. فالصوره كلها حلوه بعيدا عن المكسب، يعني انت كسبت ليك مكاسب كتيره جدا، انك جربت لعيبه، انك في لعيبه ريحتها، كل ده نتكلم فيه. لكن الجزء اللي بره ده الاهم، اللي الناس لازم تعرفه. النادي الاهلي ده دوره، مش جزء انت هتشوهه فده اللي هيحصل. مش جزء انت خليك شوه زي ما انت عايز وقول زي ما انت عايز. انت بتقول اي كلام، يعني اللي بيتكلم كده بيتكلم اي كلام، محدش فاهم. خلاص خلي بالك يا استاذ عبد الحكيم، الناس بدات او مش بدات، الناس فاهمه، او جمهور الاهلي، خلينا نتكلم عن جمهور الاهلي. جمهور الاهلي يعي تماما اللي بيحصل من غير ما حضرتك تتكلم ومن غير ما الاستاذ. دي رساله ربانيه يا كابتن، اللي يحصل في الشارع النهارده في اسوان دي رساله من عند ربك. تقول لك بص ده البرهان، ده انت مش محتاج بقى لا تقول لي جماهيريه مش عارف مين اكبر ولا جماهيريه ولا اصل انت شعبيتك واصل انت جبتها المقاييس ازاي. المقاييس اهو، انت رحت وانا رحت، انتوا لا لا انت عارف المقاييس ازاي. هو حضرتك في العربيه او في القطر اللي انت كنت بتركبه ده، اللي ما زلت جاي، اللي انت جاي منه ده، اقعد في المكان اللي انت فيه معاك كام واحد. 100 العربيه مثلا فيها 100، هتلاقي 95. شوف كم واحد اهلاوي وكم واحد غير الاهلي في اي مكان. يعني قصدي اقول لك يعني، لان هو دلوقتي كان بيقول انا نازل من القطر يا جماعه، ما حدش ينسى. فبقول له ان الكابتن جمال عبد الحميد في واحد من لقاءاته المتلفزه قال انه راح في زياره لمدرسه، لو حضرتك فاكر، وده كان قريبا من 5 سنين على اقصى تقدير، فصل فيه 40 تلميذ من اهلاوي في 38. مش انا اللي بقول بقى، كابتن جمال عبد الحميد لو عضو مجلس اداره الزمالك صح؟ ونجم مصر يا سيدي وكل الحاجات. طبعا طبعا طبعا، يعني القياس مع الفارق. ثم تاتي عداله السماء ليلا فنيا بقى، علشان يشوفوا اليسون بيغلط ويشوفوا كورتوا سبحان الله بيغلط ده اليسون وكورتوا صحيح. فلا محاكمات ولا ولا ولا، قد يكون هناك كلام عن فقد تركيز للحظه، لكن ازاي عن كتله اعمال بتكلمني في نتاج نجوم كبار لا زال لديهم ما يقدموه لفرقهم حتى الان. صحيح. ايه اللعبه اللي بتتلعب دي؟ وفعلا بعد ربنا سبحانه وتعالى سلوجان جمهوره ده حماه مهم قوي يا جماعه. قول يا سيدي صحيح دي اهم حاجه، لكن اوعى حد يوديك سكه ثانيه يا جمهور الاهلي خالص. صحيح. برضه يا استاذ عصام، يا استاذ عبد الحكيم، عايز اسالكم النهارده لانه هنروح منه لموضوع اخر. كابتن محمود البنا النهارده اعتقد ادى مباراه جيده. تقريبا محمود البنا لازم يبقى الاول، يعني بحلو وبعد مره لازم يبقى الاول في القائمه. هو دايما عنده حاله انه بيخرج بالمباراه بشكل افضل من غيره بكتير، وبالتالي ربما ما شفناش بس غير بعض الحاجات اللي هي تعدي، يعني اللي ممكن ايه انذار ولا تحذير. لا يعني هو كابتن محمود انا دايما اقول كده، واحد افضل، واحد من افضل الحكام اللي موجودين في مصر، ولكن عنده اخطاء ولكن غير مقصوده. خلي بال حضرتك، انت قلتها لنا مره واحنا بنتكلم. لا غضاضه طالما على الجميع. بالظبط كده. لكن ما تبقاش جاي وانت حاسس كنجم او لاعب حتى كروي وانت عارف ان الراجل ده جاي النهارده في حاجه، في حاجه مش عايز يعمل شو، مش بلعب، عايز يعمل منظر، اللي عايز بتاع، واللي عاوز يبقى لايت منور، واللي عاوز يعني يبقى متغدر، واللي 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 الكثير والكثير. عشان كده لا، هو الحقيقه واللي قلبه ابيض، هو ما انا بقول لحضرتك يا هو الحقيقه راجل واللي روح البروتوكول بيشتغل في الروح والاحتواء. صحيح. واشياء بس كثيرة. يا كابتن محمود بنا طبعا لا خلاف عليه انه حكم كويس جدا، بس المباراه كانت سهله عليه. يعني لا لا، بغض النظر المباراه كانت سهله ولا صعبه يعني، لكن في النهايه هو لما تيجي تتكلم مش المباراه دي عموما، انا حتى قبل المباراه طبعا اتكلمت عن كابتن محمود كويس، قلت ان هو واحد من الحكام ان لم يكن الافضل فهو واحد من ثلاث افضل ثلاث حكام موجودين. صحيح. في مصر. وحتى لما بيخطئ قدام النادي الاهلي بنطلع ننتقده، ولكن انا ببقى متاكد وانا بنتقده ان هو خطاه غير مقصود، غير متعمد، يعني مصدر. غير متعمد. هو بيبقى غلطان لانه ما شافهاش،
ما رجعش او هو شايفها ان هي جون وهي مش جون مثلا يعني. العوامل بقى المساعده ترفع من قيم اللي زي البنا كده حكيم، اللي هي بقى فكره انك تجيب اخر فيرجن للفار او الفيديو، وثم تؤهل كمان بتوع الفيديو. يا جماعه مشهد يعني في بطوله امم افريقيا للشباب، ثلاث محكمات نسائيه واحنا مختلفين على الرجال يعني هاو يعني ازاي يا جماعه؟ كملوا الشغل ده من فضلكم. صحيح، ده مهم جدا. طبعا طبعا استاذ عبد الحكيم، برضو النهارده كان او من امبارح الحقيقه في اخبار عن ان هناك خبير برتغالي هيكون متواجد لتطوير لجنه التحكيم. سمعنا برضو ان بيريرا تقريبا على ما احنا بقى لنا 99,000 يوم سمعنا على راي عادل امام يقول لك قالوا له قالوا له مين نفسي اعرف مين اللي قال ده؟ قالوا له. والله احنا منتظرين يعني، انا عن نفسي اتمنى انه يجي النهارده. خلي بالك انه ده البرتغالي الثاني غير الاول، الاول لا بيريرا والثاني اول ما قالوا له ما كانش ده، اول ما قالوا له ما كانش ده، وكان هيبقى مشهد بايخ، كان دوارتي جوميز. ايوه كان هيبقى مشهد بايخ قوي وصعب قوي. ليه؟ رجل لم يذهب اينما حتى حجره لجان تحكيم، هو بس والله حكم صاحب ناس، لسه فالناس كلموا ناس وحاجات كده ومعتزل قريب. هو السيره الذاتيه بتاعته كويسه لو هو اللي كان ده بيريرا. لا هو الكابتن، الكابتن استاذ عصام بيتكلم على الاولاني اللي هو دوارتي. لا 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 على دوارتي. لا اللي المفروض لكن ده بيريرا سيرته كويسه. سيرته الذاتيه كويسه يعني، بس هي القصه برضه ما ترتبطش بالسيره الذاتيه. ماشي القصه يعني ماكلاتنبرج ناس كتيره جدا كانت انتقدته قبل ما يجي، بس لحد الراجل ما مشي كان بعيد شويه، ما بيردش على تليفونات، ما بيشتغلش، حتى لو عنده اخطاء طبعا مليون في الميه. مفيش حد النهارده ماتش ريال مدريد وليفربول كاستاذ عصام بندخل كان بيتكلم في اخطاء، يعني الاخطاء دي موجوده، الاخطاء دي جزء من كره القدم، حتى لو حطيت عوامل المساعده الاخطاء موجوده، لكن ما كانش برضه زي اللي حضرتك قلت، ما كانش بيتعمد، مفيش تعامل. اكلات ملك عنده اخطاء بس ما كانش بيتعمد الاخطاء. نتمنى ان اللي يجي ده ما يردش على تليفونات وما يتواصلش مع التليفونات ومحدش عارف يوصله. هو مش هيرد عشان ما بيتكلمش يعني، اللي بيكلمه ما بيتكلمش انجليزي. برتغالي بقى ممكن يخلي حد موارد يكون في مترجم برتغالي يعني يتواصل يعني. ماشي ما نشوف يعني، خلي ايوه خلي التجربه خلينا ننتظر. لكن على الاقل الراجل حط ايده في لجان يعني، اشتغل في لجنه التحكيم، لكن الاخر ده كان جاي من الصفاره. لا وحكم كاس عالم ثلاث مرات، كاس عالم ثلاث يعني. لا عنده يا جماعه. صحيح. طيب خليني برضو ننتقل الى موضوع اخر يا استاذ عصام، موضوع الشكاوى التي قدم بها النادي الاهلي امبارح للكاف وللوزاره الخارجيه وللمجلس الاعلى لتنظيم الاعلام. اعتقد انه هيكون في قرارات، لانه تحمل الاهلي يعني فاتوره عاليه جدا لفكره الاشقاء وهي تستحق الحقيقه. لكن مين قال ان كل المرقه هلاليين او كل المرقه سودانيين؟ ده مش صحيح، عشان بس هناك الكثير والكثير بيننا وبين الاشقاء نحافظ عليه. صحيح. لكن الخارجين عن النص مفيش حاجه اسمها شقيقي وشقيقه، وبالتالي حتى التاخير عرفت ان كابتن محمود الخطيب ما كانش نقل له وشاهد مع المجموعه علشان يخرجوا بده، وحسن فعل كمان النادي الاهلي ان رفع الى وزاره الخارجيه، لان ده جزء اصيل، وان السيد السفير كان موجودا طبعا. ويا للاسى ان السيد السفير في الخرطوم يتم ايضا التجاوز في حقه، وهذا لا يليق ابدا بالاخوه بقى والاشقاء السودانيين. هاي استاذ عبد الحكيم. طيب طبعا هو اجراء كويس جدا، وانا وجهه نظري اجراء تاخر منذ المره الاولانيه يعني. بص خلينا نطلع شويه كلمه الاخوه والحاجات دي، تمام مش مختلفين عليها، دي في الاول اخر كره قدم، مش عايزين نطلعها بره السياق بتاعها. يعني انا مثلا لو اشتكيت الهلال معناها ان انا ضد الاخوه في ستانلي؟ طبعا الموضوع مختلف، الكره حاجه والعلاقات حاجه تانية خالص. لا بس انت عارف التعصب والافكار اللي بتبقى موجوده بتودي لكده على طول. بص يا المشكله بتيجي من عندنا من جوه، صدقني والله انت لو دورت على الازمه. طبعا طبعا الازمه من جوه مش من بره. صحيح. الازمه بص انا كنت حاضر ماتش الترجي اللي كان في 2017 18 الازمه كانت جايه من هنا. صح. مش من هنا. صح صح. بدليل علاقتك دلوقتي مع تونس، يعني مع الانديه التونسيه على اعلى مستوى، والمغرب برضه، والمغرب طبعا. الازمه بتجيلك من جوه. احنا كنا بننتقد فوزي لقجع على موقف كان خده، ولكن الراجل ده واحد من اكثر الناس احتراما، شغال لبلده بشكل جيد جدا حقيقي. احنا حتى كنا بننتقد، كنا بنقول ايه في نهايه الجمله، وانت نفسك كده انا شفتك كذا مره بتقول ايه هو حقه برغم كل انتقادنا، هو حقه يدافع عن حقوق الانديه بتاعته. حقيقي. ما هيخلاها ليلى يعني لا تمر بالساهل الا على جبلايتنا دي، لما قال لهم طب انتوا ما قدمتوش ليه؟ صحيح. لم يتبقى الا خلانا كلنا نسكت. هل منعتكم؟ انت حضرتك انا فاكر كويس جدا، قلت ايه؟ قلت برغم كل اللي بنقوله
كل ده من حقه يدافع عن انديه بلاده حقيقي. زي ما احنا عندنا مسؤولين المفروض دافع عن انديه بلادها. مظبوط كده صحيح. فالازمه اللي عندك من جوه الهلال السوداني عمره في حياته ما كان بيعمل الازمه. ارجع في الازمه اللي كانت 2020 على ما اعتقد او 2020 كانت برضو الكلام من هنا من اول امبارح. الكلام كله من هنا والموضوع من هنا. فالشكوى انا وجهه نظري تبقى هنا ما تبقاش بره، لان في الاخر الهلال ده بيبقى رد فعل. واحنا للاسف انا برضو في حاجه مندهش ليها يا كابتن اسلام، هو احنا ليه الاعلام بتاعنا وانت يمكن حضرتك تقريبا اتكلمت فيها قبل كده، ليه الاعلام بتاعنا بيفتح الهوا للناس اللي بره؟ هل احنا حد بيفتح لنا الهوا بره؟ لا يا جماعه، عايز تفتح افتح بس رد رد. لا على فكره يعني لا. على فكره انا ما عنديش مش انا بقول لك اهو على الهوا. ازاي يا كابتن؟ لما انا هقول لك اهو، لما يبقى معايا نائب او رئيس نادي الهلال او نائب رئيس نادي الهلال اجيبه، حاجه كويسه. ولكن انا لما يقول لي واحد، او مثلا لما يقول لي ايه احنا ما حدش عمل كده مع علي لطفي مثلا، يعني اقول له لا حضرتك هو اتعامل مع علي لطفي كذا وكذا وكذا، وانت بتقول ان ما فيش جماهير. لا يا فندم اجيب له الحاجات يعني اللي فيها جماهير. لكن ان انا ما ردش خالص يا استاذ عبد الحكيم. لا حضرتك كابتن، كابتن حضرتك في قناه الاهلي هو مظبوط. نفترض بعيد عن اي حاجه بيراميدز بيلعب، هو خلينا بعيد خالص عن اي حاجه، بيراميدز بيلعب في كونفدراليه وبيلعب فريق سي تونسي تمام، وطلع النائب الرئيس مثلا الترجي عند حضرتك هنا وانت بتساله، فبيقول لك والله البيراميدز تدخل عشان يمنع الجماهير، حضرتك هترد تقول له ايه؟ هقول له لا طبعا ما يعملش كده، مستحيل استحاله. ده المفروض الكلمه دي اتقالت واتسمعت من اتنين اعلاميين كبار للاسف ومحدش ينهم كومنت عليها، يبقى حضرتك تقول لا ازاي يمنع؟ هو ده اللي انا بقوله لك. الاخطر الاخطر ده اللي انا بتكلم فيه، الاستهانه بقوتنا الناعمه زي ما انت قلت حكيم، وكلنا بناكد ده، انك انت تفتح الهواء في المطلق دون ان تطلب مسؤول النادي الاهلي او تكون ضمير الغائب ونسمع الجرس ومحدش رد. اولا احنا بنعمل كده هنا ولا لا؟ ما بنعملش. هل من مسؤول مصري بدءا من السيد الوزير للاخ جمال بوعلام يقدر يطلع يقول النصر والهلال وحشين؟ احنا بيجيبوا لنا ناس تقول ماذا يحدث الكره المصريه؟ ايش جرى لكم يا عم؟ في ايه؟ لا ما هو يا المعامله بالمثل. ولا حد هيفتح لك راك يا كابتن طبعا، ولا حد هيفتح لك الباب بتحترم زي ما اسلام قال. انا بقول لك هنا انا لما الاستاذ عصام بيجي يتكلم على استاذ حكيم الله وينتقد استاذ حكيم وانا ببقى قاعد، واستاذ حكيم ده بتاخد انا باخد، لا انا برد على الاستاذ عصام، والاستاذ عصام انا بنعملها في ايه؟ بقول لك انا عارف ان ده ضمير الغير. ما ده انا بكلمك عليه، انت فاتح الهوا ده يطلع من هنا يخش هنا، يطلع من هنا يخش هنا. يا راجل ده جابه واحد اخو رئيس النادي، طب قول لي في وظيفه اسمها كده في مجالس الادارات؟ بالله عليك يعني، بالله عليك يعني. بالمناسبه قياسا على ان النادي الاهلي احترم فكره العلاقات في المره الاولى، لانه برضو الحقيقه كان في اعتقد رئيس النادي او نائبه وقتها خرج معتذرا قبل ما النادي الاهلي يكون مش عايز يأزم الموقف يعني. معلش يا استاذ عصام، انا راجل متزمت واعتبرني راجل، انا راجل متزمت. تعالى نمشي لابعد الاسباب اللي حصل للفريق. تعالى انت وقفت ماتشين منعت بين جمهور على ماتش او اتنين، انا كنادي اهلي لا هيتعلم يا استاذ. لا هيتعلم اكيد، اوعى تقول الكلام ده. لا 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 كابتن، لا لا اللي حصل مع بعث النادي الاهلي انت ضيعت منه نقطتين يا كابتن. معلش ثلاث نقط، ثلاث نقط انت ضيعت منه ثلاث نقط، دي انا معاك فيها مليون في المية. طبعا اللي انا استفدته ولا انا استفدته ايه؟ لا ان انا ده دور النادي الاهلي يا جماعه اللي احنا دوره بقى قدره، دوره وقدره ان انا كنادي اهلي انا بارسي المبادئ والقيم والاخلاق، انا مش برسي المبادئ والقيم والاخلاق ده كلام. انا مش معترض على الشكوى خلي بالك، انا معترض على لكن انا من حقي ان انا اشتكي؟ لا من حقي ان انا اشتكي كنادي اهلي. يا كابتن انا ما قلتش لا، انا قلت الشكوى حتى لو انت طلعت قرار ككاف اني عملت له ماتشين مش هيحصل بعد كده مالية. هيبقى خايف بعد كده ان هو يعمل اي حاجه من اللي حصلت مع النادي الاهلي. ما هو النادي الاهلي خلي بالك هو القدر الكبير برضه، قدر هو اللي بيرسي القاعده. هقول لك انا حقك هيجي لك ازاي؟ حقك اولا هيجي لك لما لو فرضت العقوبات وكذا وكذا، فده حق من حقوقك، حق من حقوقك. لان انت هو لماذا تم فرض هذه العقوبات؟ تم فرض هذه العقوبات لانه عمل كذا وكذا 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 مخالف للوائح صح؟ فبالتالي انت كنادي الاهلي ككبير افريقيا فانت بتقول للناس كلها يا جماعه يجب ان يتم ارساء المبادئ والاخلاق والقيم في كل ملاعبنا. يعني ايه؟ يعني لما حضرتك هو انت مثلا الهلال السوداني لما يجوا هنا انا بقول لك اهو لما الهلال السوداني يجي هنا هيتشال من على الارض شيء طبيعي. طبيعتنا طبيعتنا يا كابتن، لان ده طبيعه النادي الاهلي ومسؤولين النادي الاهلي وقيمه النادي الاهلي وقيمه اسم مصر خلي بالك. طبعا انت زي ما علي لطفي قال، كابتن علي لطفي قال، قال لك انا ما بمثلش نفسي، انا بمثل بلدي ونادية ومجلس اداره بقياده فريق محترم. انا كابتن حضرتك انا ما اقصدش ان الاهلي ما يشتكيش، انا بتكلم على انا دلوقتي اشتكيت تمام وطلع اي قرار
النادي الاهلي ضاع منه 3 بونت بسبب اللي حصل. هو ما هو النادي الاهلي يا استاذ عبد الحكيم بعد مباراه الوداد ضاع مننا كاس افريقيا دوري ابطال افريقيا. عمل ايه كابتن محمود؟ عمل مؤتمر صحفي عالمي ساعتها لو تفتكر، وقال احنا عايزين تقولوا لنا كذا وكذا وكذا. لما الاتحاد الافريقي خلى المباراه النهائيه مباراتين مره ثانيه، ما هو دي حق من حقوق النادي الاهلي اللي رجع. مظبوط. وكبرته اكيد. هو النادي الاهلي متاكد ان هو هيوصل للنهائي؟ هو الاخرين كمان. لا ما كانش هيوصل، محدش عارف النادي الاهلي هيوصل ولا مش هيوصل. هو النادي الكابتن خطيب لما كان بيقول كده كان بيقول كده عشان متاكد مثلا مليون في المئه ان هو هيوصل النهائي تاني؟ لا طبعا. او السنه اللي بعديها نتمنى ان مسؤول الاتحاد الافريقي لجان المنسق الامني اللي كان بيبقى موجود في الماتشات، هو ده الكلام بقى ان هو يكتب الكلام اللي حصل. لا كان المنسق الامني ده على ما اعتقد اتلغى دلوقتي. مش منسق امن ان الكاف لا من الكاف موجود، لكن هنا في مصر تعرف مباراه الدوري لا، ولا في الكاف كمان؟ انا اعتقد ما هو منسق امن موجود. هنسأل لنا شباب المفروض يكتب الكلام ده في تقريره. اللي انا اعرفه ان الحكم ما كتبش غير وقعه الطبيب. قصدي مش بتاعه الحكم. ايوه الاهلي والمنسق الامني هم اللي كانوا يرصدوا وجود جماهير من عدمه. لا او كمان التمرين اللي قبلها الكلام ده كله المفروض الكاف يوسع قاعده. هتقول لي ماتشات كتير، اقول لك ماشي. طب ما انت الكاف انت عندك ارقام كبيره جدا وعندك رعاه وعندك فلوس وعندك المفروض تخصص زي ما بتعمل منسق اعلامي تعمل منسق امن لكل المباراه. هو انا دلوقتي لما يجي مثلا يا استاذ عصام يا استاذ ابو حكيم، حضرتك كنت فتحت هذا الموضوع يا استاذ حكيم، قلت ايه؟ قلت ان احنا الموضوع من الداخل. طبعا من 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 النادي المنافس. مظبوط. من هنا لجوه. انا لما بيجي لي اخبار انا عندي مصادري وحضرتك وكلنا وكل واحد فينا عنده مصادره داخل النادي الاهلي وداخل نادي الزمالك وداخل النادي الاسماعيلي وداخل يعني انا داخل منظومه الرياضه يعني انا لما عاوز اعرف حاجه في الاسماعيلي انا عارف ان انا هرفع السماعه على مثلا استاذ عبد الحكيم اقول له يا استاذ عبد الحكيم في كذا كذا كذا. اقول لي دلوقتي هم بيفكروا يمشوا ميدو مثلا في الاسماعيلي، انا عرفت دلوقتي ان هم بيفكروا يمشوا ميدو ويجيبوا كابتن حمزه الجمل تاني مثلا. لكن انا طب ما انا اعرف اخبار كثيره جدا عن مدار ما بين المشرف على العاب الصالات في الطايره في نادي الزمالك و اللعيبه. لكن انا اكمل بس، انا عمري ما اتكلمت في هذا الامر لانه حاجه ما تخصش جمهور الاهلي. فانا اقول لهم ليه ان عند فلان الفلاني في مشاكل، وناس كثيره جدا بتقول لي لا لازم تتكلم، انا مش هتكلم في هذا الامر. هو بس كده؟ لا وتجيب قال ايه ناس تتكلم في الموضوع. ممكن اجيب بقى تليفونات واجيب الاستاذ عصام واجيب الاستاذ عبد الحكيم ونقعد ونفتح. طب النهارده وانت عندك مصادرك والاستاذ عصام عنده مصادره وكل واحد يتكلم بقى. احنا عمري ما هعمل كده، عمري ما هعمل كده. خلي بالك ليه؟ لان انا بتكلم باسم النادي الاهلي. بس هنا بقى الاعلام فين يا كابتن؟ مفيش دعوه بقى. هنا بقى لا اذا هنا بقى كابتن لازم يبقى في مكتب اعلامي اللي هو المجلس الاعلى بقى. هو ده للتنظيم. هو ده اللي احنا بنتكلم فيه. ده مشكله بتبقى تافهه في النادي الاهلي. تافهه النهارده لاعب بيلعب في فريق 2003 لا موجود في منتخب اللي بيلعب بطوله ام افريقيا ولا تصعد فريق اول ولاعب عقده خلص مشي طلع بره النهارده طول النهار وطول الليل فضيات واحد هيرب فلان فلان هرب الحقه هروب. اهو ده اللي انا ممكن اتكلم فيه بقى يا استاذ عبد الحكيم. ليه؟ لانه زي ما حضرتك قلت برضو استاذ عصام برضو ممكن نتكلم في هذا الامر. انه طيب حضرتك جبت رئيس نادي الرجاء قبل كده وجبت نائب رئيس نادي الهلال السوداني وجبت رئيس النادي الهلال واخو رئيس الهلال واخوه رئيس الهلال السوداني. والله طيب بعد ما حصل مع النادي الاهلي اللي حصل اول امبارح او اثناء المباراه وما قبل المباراه واثناء المباراه وما بعد المباراه، في حد اتكلم عن الامر ده؟ لا طبعا. هو ده اللي انا بتكلم، هاخد رايكم ولكن خلينا نطلع فاصل وبعد هذا الفاصل ارجع اخد راي استاذ عصام واستاذ عبد الحكيم في هذا الامر، الى متى سيظل هذا الامر ولكن بعد الفاصل. لماذا لم يتكلم احد عن ما حدث مع النادي الاهلي بعد او قبل مباراه الهلال واثناء مباراه الهلال وبعد مباراه الهلال يا استاذ؟ جابوهم هم عشان يباركوا له. شفتش اللي احنا فيه البلدي كده؟ ايه يا عم في ايه؟ هو النادي الاهلي مضايق الناس للدرجه دي؟ هو طب هو النادي الاهلي مدلل ولا لا؟ ما تقولوا لنا بقى. هو النادي الاهلي فتى الكاف ولا فتى الشهباء ولا فتى الصحراء؟ حد يعني يا جماعه الكلام بجد لو خدتوه بجد الجمهور هيتوتر واحنا هنبقى شغلنا زي الشغل اللي احنا رافضينه ده وبنتكلم فيه حتى بره الفواصل، وان انت يبقى عندك مجموعه وكتل من المعلومات في صالات وحجرات وبتاع، لكن وانت في حضره جمهور وقناه النادي الاهلي يجب ان تكون عند حسن الظن. واحنا بنراجع بعض حكيم قال ايه لحضرتك؟ قال طبعا لابد من القوى الناعمه الاهلاويه طبعا، واكدنا جميعا ثلاثتنا
ان النادي الاهلي احنا يحرك المياره كده مش لحسابه، هو الاهلي عارف ان هو كبير. كل مره هو إنه كبير. لكن هي دي الكباره بيدفع ثمنها. فيقولوا لنا بقى حلول يا جماعه الحقيقه. المستشاريه الاعلاميه اللي في مصر لازم تقول لنا حلول، ونحن ايضا ننتظر رد يعني معالي وزير الخارجيه، هو واحد من اهم بل الاهم ومن كبار قيادات الخارجيات في العالم مش بس في افريقيا. هي استاذ عبد الحكيم محمد، استاذ محمد سعيد، محمد سعيد زميلنا بس وضح لي حاجه اللي احنا كنا اتكلمنا قبل الفصل، ان منسق الامن في مباريات الكاف بيقول منسق الامن موجود. طيب انا ما انا بقول لك انا فاكر هو هنا في مصر اللي اتلغى تقريبا في مباريات الدوري. في مباريات الدوري. طيب لما هو موجود، انا يعني شكرا لزميلنا محمد عزيز محمد سعيد، بس طب لو هو موجود طب ما كتبش تقرير لي عن اللي حصل؟ قال لك ان هو ما كتبش. انا اتمنى قد يكون كتب. اتمنى لا تقرير المنسق الامني لو كتب خلي بالك، اصل هو النادي الاهلي لن يتقدم بشكاوى الا اذا كان يعلم ان هناك ديكومنت كتير، معلومات كتير. يعني اكيد عنده، في ناس عندك من مصر يا كابتن بتتدخل وتغير حاجات وتغير تقارير وتغير. لا 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 لا, لا ما اعتقدش ان الامور دي، اصل خلي بالك كابتن اللي ما بيتدخلش، وانت ضمير الغيب ده بيعجبني فيك. اللي ما بيتدخلش عشان يغير بيعمل نفسه من بقى. بيعمل نفسه مش ممكن شايف. جدا انا معاك في دي. لكن انا برضه هقول لك حاجه، هو انت لو حد من النادي الاهلي بعت في شكوته ان في حد ضرب علي لطفي، ولو حد قال لا ما ضربوش، ما عندكش الفيديو تبعته له؟ لا ده انا عايز اقول لحضرتك يعني كمان انه عندك الفيديو. إنه المنسق الاعلامي ده مش دور قناه الشاكي، ده دور الاخوه بتاع اخو رئيس النادي كانوا جابوه. يعني بشوف كل الادوار غايبه، لانه المجرد اللي انا بقوله النادي الاهلي حضرتك جبت كل وانت راجع على اسوان محسينك ان انت رايح تلعب دوله مش بتلعب الدوري في محافظه. يا جماعه انتوا بتهرجوا، الكلفه غاليه قوي، لكن ستر الله ومفهوميه المصريين وما تقدموا المؤسسه الحمراء من خلاصه تجارب عميقه. حقيقة. هو ده اللي بيفك كل الطلاسم دي يا حكيم ولا صحيح. ايه صحيح صحيح. بص يا كابتن، بمناسبه موضوع التناول الاعلامي اللي حضرتك كنت اتكلمت فيه، هم الناس زي ما الاستاذ عصام جاب قال له لا مش جاب المفروض يناقشوهم في اللي حصل، لا ده جابوا يبارك لهم. طيب هو التعامل الاعلامي ازاي؟ التعامل الاعلامي في 5 أو 6 أو 7 محترفين جم في شهر 8 او 9 او 10 تمام، مش نصهم في يناير ونص التاني لسه بيتعالج ونص التالت مش عارف مين. الاعلام كله ماسك في مين؟ برونو سافيو اللي استبعد، اللي استبعد ماتشين او 3 ماتشات مش اكتر. برونو سافيو اللي جاب جون في بطوله، الاعلام مركز على برونو سافيو مش موجود ليه؟ ده الاعلام اللي المفروض لا انا مندهش منه لحد دلوقتي. اللي انت بتقول لي مثلا كذا فرقه ما رضتش تلعب بطوله عربيه موجوده عندك في القاهره، وانت حضرتك طبعا كنت لاعب كوره عارف ان البطوله تبقى في مصر بيبقى فرصك قد ايه انك تكسب طبعا، ومش هنتكلم عن اللي حصل هنا. ومش هنتكلم عن اللي حصل جوه الكلام ده لان ده ما يهمناش، كل ده ما حدش بيتكلم عنه. طب تخيل بقى لاعيبه انتقلت من الاهلي لاي مكان، الاهلي راح يفاوض لاعب عقده خلص، الاهلي مش عارف مين، وفي 7 لعيبه طلعوا، 5 لعيبه اتاخدوا من فريق واحد عندك، مفيش واحد. انا معاك على الهوا يا كابتن، خلي زمايلنا واصدقائنا يدوروا ان كان حد اتكلم عن الموضوع طبعا. ده مفيش بنات، مفيش بنات اتكلم، كنا ماسكين وهنا الامر ده لا محدش فينا اتكلم، لا محدش اتكلم من اي قناه تانية. لا ده احنا بنتكلم على الاخرين اللي محدش اتكلم. وانت مجرد بس ما كنت بتفاوض لاعب منتهى عقده الحق الاهلي اللي بيخطف اللعيبه. ايه يا عم في ده لاعب منتهى عقده والاهلي ما فاوضوش. بس برضو انا دايما لما باجي اتكلم في هذا الامر يا استاذ عصام، استاذ عبد الحكيم عنده حق، ودايما بس انا دايما بحط نفسي ودايما بقول ايه، بزود الجل. انا والله بقولها كده دايما، ازود الجل دايما. ماتشات الاهلي انا بزود الجل، لما كنت بلعب في اي نادي اخر ضد النادي الاهلي بعمل ايه؟ بحاول اظبط شعري اكتر، اكوي الشورت اكتر، اعمل مش اسلام بس، كل لعيبه مصر بيعملوا هذا. ليه؟ لان الاهلي هو الكبير، لما اجي العب الاهلي لازم ابقى فل الفل، وبالتالي دايما عفوا دايما الكبير والناجح بيحصل معاه كده. ماله ليه؟ لكن كيف اقف بادارتي اولا بفضل ربنا وبجمهور، مفيش اعظم واحلى من كده بصراحه. يعني بعزك عندك اداره، انا عايز ارد بس على كده كله بامن على واحده كلام. واحده الامور بتبان لكل الناس قد ايه الاداره دي بتعاني من حاجات كتيره جدا، وفي ظل هذه المعاناه احنا بنوصل لغايه فين وبناخد بطولات قد ايه. الحقيقه حضرتك يعني بتقول الناس ويلعب البطل هو النهارده اسوان في الاجواء اللي احنا كنا بنتكلم عليها، الاجواء الكويسه لو كسب كنت حاجه تطلع تنتقد اسوان ولا تشيد بيه وتتكلم عن عمل اداء كويس؟ وحضرتك قناه النادي الاهلي لو ايه، لو اسوان كسب الاهلي النهارده
كنت هتطلع تنتقد اسوان وتقول كان اجواء وحشه. لا لو اسوان عمل ماتش كويس كنت هطلع اقول ان اسوان عمل ماتش كويس. طبعا ليه؟ لان الاجواء الاجواء كلها كانت حلوه. بالزبط. كان ماتش نموذجي. الحكم حتى لو كان في اخطاء كان كويس، جمهور كان كويس، استقبال كويس، الماتش كويس جدا، كل حاجه حلوه تمام. فانت ما عندكش مشكله اهو كقناه النادي الاهلي ان اي فريق يلعب النادي الاهلي. كنت هقول ان الاسوان يستحق واسقف له واعمل له كل حاجه. دي كبرت النادي الاهلي يا جماعه. ما هي دي النقطه اللي حضرتك بتقول ايه، اللي يقابل البطل لازم يكون طبعا من حقك، وعلى فكره من حقك انك تسعى تكسب بس بدون تشويه. اللي بيحصل دلوقتي يا كابتن عندك حق ان كله بيسعى للتشويه. انت ده مش هيحصل. ما هو ما بيكملش بس هو مش صراحة. هيحصل يعني لأن انت لما ده في نادي اتعمل عشان ضد الاهلي بس عايش حياته كلها ما بتسمعش عنه الا قدام ماتش الاهلي بس. يا راجل ده اول كام ماتش قبل ما يلعب معاه في الدور الثاني اعتقد قال لك النادي الذي لم يهزم الاهلي على مدار تاريخه اللي هو بقى له 3 اشهر. يا جماعه انتوا بتهرجوا، والله كان بقى له 3 اشهر يا جماعه. طب بلاش دي. هو انت النهارده مدير فني المنافس يطلع يقول للراجل اللي هيلعب النادي الاهلي يلعب معايا زي ما لعبت النادي الاهلي؟ فالحقيقه انا عجبني الرد الخافت بتاع قال له ما انا لعبت وثلاثه زيك اهو. ده الكوميكس اللي اتعمل على الفيسبوك. ممكن يعني مش ممكن. لا يا كابتن الاعلام، التعامل الاعلامي يا كابتن محتاج وقفه. انت هنا المفروض المراقبه الاعلاميه ما تبقاش على جزئيه ان كابتن اسلام طلع يتكلم اساء لسين ولا صاد. لا انا عمري ما بأسيء. لا انا مش بتكلم على يعني ما تبقاش جزئيه ان مثلا اي برنامج اعلامي. لا المفروض تاخد القضايا، تاخد القضايا. موضوع رمضان صبحي واحمد فتحي قعد 9 شهور كامله. لو جبت ضيف من تحت بير السلم اول سؤال تساله ايه رايك في قضيه هروب مشيان عدم تجديد عقد احمد فتحي ورمضان صبحي؟ انت واخد بالك بقى من حته ثانيه. يعني يقول لك مثلا مصر اللي هتوصل كاس عالم السكان يقول له بس ايه رايك في احمد فتحي؟ والله العظيم يا كابتن 9 شهور. رمضان صبحي يا جماعه 9 شهور ده في مره جايبين ضيف عربي في رياضه بعيد عن الكوره خالص وفي قناه ما اول سؤال او ثاني سؤال شفت ازاي عدم تجديد عقد احمد فتحي ورمضان صبحي مع الاهلي وانهم راحوا بيراميدز وفضلوا الجزائر سنه كامله تسال السؤال ده في حين قوام رئيس الفرقه كله مشي عشان مفيش دفع مستحقات. مفيش بني ادم يا كابتن بينطق. في لاعب جه في لعبه جماعيه خد 100,000 دولار ومشي. والله العظيم يا كابتن ما لبس في لعبه جماعيه بالطاقه ما لبس الصواب والله ما لبس تيشيرت الفريق. شوف انا اهو بقول لك احنا عندنا بص يا استاذ عبد الحكيم كل واحد فينا عنده كلام كتير جدا يطلع يقدر يقوله او معلومات كثيره جدا ومعلومات صحيحه ومحدش يقدر يكذبك فيها وتطلع تقدر تقولها على كل الانديه المنافسه صح مظبوط. لكن احنا عمرنا ما هنعمل كده. ليه؟ لان هذه هي قناه النادي الاهلي والقناه اللي قدامنا دي بتحمل شعار النادي الاهلي وبالتالي هي الناس عايزه تتفرج او جمهور النادي الاهلي عايز يشوف ما يخص النادي الاهلي وبالتالي احنا بنجيب لهم ما يخص. جميل. يبقى انتوا تتكلموا بموضوعيه برضو خليك موضوعي يعني ما تمسكش في ازمه. لازم نروح للسنتر نقول له ضع ضوابط الموضوعيه. المجلس الاعلى لتنظيم حاجه غريبه حكيم الحقيقه ان احنا زملاء صحفيين معاهم هم اساتذتنا وكل حاجه بس انت الاستاذ استاذ عصام لا الاساتذه يعني في المجلس ما بين رصد ومش رصد صحيح لا يجوز اللي حصل بصراحه شديده. تعالوا اسالونا حتى حققوا معانا انا والراجل ده ان احنا نقول لا يجوز. الله كلنا مستعدين اذا كان يجوز بقى خلاص احنا نطلع من الشغلانه دي سهله يعني صحيح. عموما كلام كتير فيما يخص هذه الامور ولكن اخيرا يا استاذ عصام استاذ عبد الحكيم لان بكره مباراه مهمه جدا 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 لمنتخب الشباب. منتخب الشباب في اولى مبارياته تعادل مع موزمبيق في مباراه او في مفاجاه الحقيقه هذا التعادل السلبي في هذه المباراه ولكن في النهايه هو تعادل سلبي بنقطه لمنتخب مصر للشباب ونقطه لمنتخب مصر ونقطه لمنتخب موزمبيق ونيجيريا اتغلب من السنغال. انت عندك مباراه بكره ان شاء الله الساعه 7 ضد نيجيريا مباراه صحيح. يعني مهمه بكل الامور. شوف السن ده في الجيل ده رايح كاس عالم ان يعني قدر لي وهذا يعني انه انتاج فخم للكره المصريه. تمت بقى لله قال حضرتك اقول لك حاجه بس هتفضل. 3 مجاميع كل مجموعه بياخدوا اول وثاني واحسن واحسن توالي. انا اسف ده بقى المجموعه اللي شغاله مع الجبلايه واللي حتى مع الوزير لما عشان الاخ المعلق يبقى بيجامله ما تقلقوش فيه 3 توالد. ده الميكروفون يا راجل لو بيفتتحوا محل ما كانش يقطع كده. والاخ جمال علام يقول لك افتتاح يليق بمصر، مصر النهين فيهم ولا مصر القديمه حتى. وقلنا ماشي يبقى ده مستوى الاداء. المدير الفني مع احترامي يعني طالع بعد الماتش اكنه راجل لسه جاي امبارح. انا فوجئت بحجم الاهدار، انا فوجئت مع ان الجيل فيه لعيبه واو
وبعدين لعبه كويسه جدا، لعبه كويسه جدا. عايزين نقف في ضهرهم عشان ماتش بكره يعني، وقف ضهرهم. انا بقول اللي ما نرضاش عنه المصري، وانا قلت لك ده جيل رائع صحيح. اللي هيقصيه مش هنسيبه، وبالتالي من العيب ان انت لما يعملوا مجموعه بتاعت صاحب البلد بيخلوه يلعب مع نمره 4 حكيم. يعني زيمبابوي دي ولا موزمبيق نمره 4. لا بس احنا المجموعه ما كانتش رحيمه بينا فنيا، يعني احنا المجموعه بتاعتنا بصراحه يعني انا كنت تمام بشوف السنغال دي المرشحه الاولى، نيجيريا وموزمبيق. يعني السنغال كسبت نيجيريا على فكره، السنغال كسبت نيجيريا 1-0. الراجل يطلع لنا ما تقلقوش فيه افضل توالت. لا 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 طبعا ما حدش يرضى بالكلام ده، بس انا بالكلام. بس انا بتكلم على جزئيه يا استاذ عصام، ان جزئيه ان ايه، ان القرعه كانت بتجيب لك مع 1-4. لا القرعه المره دي ما كانتش رحيمه بصاحب البلد بصاحب الارض، بس انت مالكش مبرر. لسه كنت هقول لك اهو، انت مالكش مبرر. حتى الجمهور يا جماعه، الجمهور جمهور منقول. طب ما من ضمن الجمهور المنقول ده مشكورين انكم جبتوا الناس من المديريات التعليميه، فتجيبوا الجمهور ابو جد بقى. هو الجمهور ابو جد ده وحش؟ ما احنا لسه شاكرين السيد المحافظ وامن اسوان وامن مصر كلها لو طلب منه صح والله حقيقي. لكن كده كده ما ينفعش. بكره مباراه مهمه جدا يا استاذ حكيم. السبورت اللي انت قلته كلنا ورا الفرق دي لازم طبعا. مباراه مهمه جدا، واتمنى من كابتن محمود جابر انه يشتغل على، مش شرط ان انت تكون لاعب محترف عشان يبقى لك مكان. يعني انا شايف وجهه نظري الشخصيه اللي هي ممكن يعني راجل احمد شريف كمهاجم افضل بكتير طبعا. يعني كمهاجم راجل بيلعب في فريقه، احمد افضل واحد موجود بيلعب في فريقه وفرقه اساسي في الدوري تمام، وده المعيار اللي انت حطيته عشان تاخد اللعيبه. فبالتالي اتمنى ان تبقى الاختيارات بكره تليق بالمباراه. اتمنى ان احنا نعدي، احنا كلنا سبورت للفرقه طبعا، والكلام ده قلناه من كذا مره للمنتخب، ونتمنى ان احنا نتاهل لدور الثمانيه ونروح قبل النهائي ونوصل كاس عالم، ما نستناش افضل توالي باذن الله. يا رب كل التوفيق لمنتخبنا الوطني بكره، مباراه مهمه جدا ومباراه صعبه جدا، وكلنا في ظهرهم ان شاء الله. وما بعد نهايه كاس العالم حتى لو ان شاء الله صعدنا هيبقى عندنا كلام كتير جدا جدا يخص موضوع منتخب الشباب، لانه الحقيقه زي ما قلت لحضراتكم كل واحد فينا عنده كلام كتير جدا جدا ومصادر كتيره جدا جدا يقدر يقولها، ولكن في النهايه كلنا مساندين لهذا، انه جيلي يستحق المسانده الحقيقه في هذا الله يوصل كاس عالم. انا بشكرك جدا يا استاذ عصام على وجودك معانا. بشكرك جدا يا استاذ حكيم على وجودك معانا. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وغدا حلقه جديده من البيت الكبير.